لله والسلام على سيدنا رسول الله وبارك. سيدنا حضيرة الوالد السيد أمين العام للمجلس السيدي الأعلام والكرام، بعد ظهور في المملكة الكرام، سادة العلماء والعالمات حضور الكريم، شرفني أن أعمل بين أيديكم هذه المداخلة، أحاول فيها مقاربة قضية النموذج المغربي لمقاومة الظلم والتجدد، فأكون مستعينا بالله. إن العناية بقضية الظلم تكتسي أهمية قصوى نظرا لرهينيته، مما تحمله الرهينية من معاني الثبوت في الواقع، خاصة مع تستر أصحابه بغطاء الدين، وما يستتبعه ذلك من سهولة الاندماج فيه، وارتهال المجتمعات له، لاستمرارية حضوره الناشئ عن قوة تأثيره، واكتفاء المجتمعات بالانفعال الناشئ عن وجود الاستعدادات فيها لقبول ذلك التأثير. ومن مؤشرات راهنية الغلو صيرورته ظاهرة مفارقة للتصرفات المعزولة من حيث الانتشار والتكرار، الرافعان لحرج المندفعين للوقوع فيه، ومن حيث قابليات تأثره باختلالات المجتمع نفسيا وثقافيا وسلوكيا، ومن حيث خطورة الآثار الناشئة عنه على مستوى الأفراد أو الجماعات. وإن المغرب إدراكا منه أن من يملك سلطة المعرفة يحتكر سلطان المبادرة الفاعلة اختيارا وتوجيها، انحاز إلى الاعتناء برصد الظاهرة وتحليلها، بالكشف عن محدداتها العميقة ومغذياتها الممدة ومترتباتها الجسيمة ومعالجاتها الحاسمة، بدل الانحياز للغيبة المنفعلة بالاكتفاء بانتظارية سلبية لجهود مالكي المعرفة والقابلية للتأثر بقوة سلطان أرباب التوجيه. هذا ويتميز النموذج المغربي باعتماد مقاربة مندمجة في تدبير ملف الغلو، وذلك وفق رؤية تدبيرية تجمع بين مجالات يتكامل فيها ما هو فكري مبني على مقتضيات وازع القرآن، وما هو أمني ومؤسسي مبني على مقتضيات وازع السلطان، مقاربة تستحضر مختلف العوامل المؤثرة في ظاهرة الغلو المستمرة في العصر محليا وإقليميا ودوليا، وتحذر من التأثيرات العولمية المسهلة لسهولتها، لتتجمع جهودها التعاونية في أفق توفير حلول شاملة. إنه نموذج يقوم على عنصرين رئيسيين، هما أولا عنصر وازع القرآن، أي ما يقتضيه القرآن وضمائمه المعتبرة من المقاربة العلمية الرصينة التي تجعل درء الفتنة أصلا في الرؤية التدبيرية لشأن الديني، رؤية تحقق مقصود الشارع في بناء تدبير يدفع ما يستهدف الناس من مسالك شاذة مفسدة ليقينهم الديني، والتي تحملهم على نمط في التدين قائم على الغلو حسب تأويلات منحرفة جرت عادة أصحابها بترويجها، حيثما شعروا بغياب السلطة المعنوية التي تمثلها مرجعية عدول العلماء بما تحمله من أمانة حفظ الدين على عموم الناس، بواسطة نفي آفاته المفسدة لصدقيته من تحريف الغلو وانتحال الإبطال وتأويل الجهل، أو حيثما لمسوا ضعف تأطيل ديني يفترض فيه الوفاء بأمانات الدين المغطية لاحتياجات الناس، تأطير قائم على رد سائر صور التدين إلى مرجعية الأمة المعتبرة التي ضمنت استقرار أمر تدينها على أساس من الوسطية والاعتدال عبر مراحل تاريخها المستمرة. إنها رؤية تلحظ أن مسالك الغلو تشتغل اشتغال منازعة للمرجعية العلمائية المعتبرة التي رضيتها الأمة، وذلك من خلال مزاحمتها في اختصاصاتها ومغالبتها في مجالات عملها ومخالفتها في اختياراتها الدينية المتمثلة فيما اصطفي من مناهج قضاء الشريعة مما هي مرجعيات معتبرة يرد إليها لتحصيل الطمأنينة في التدين العام الذي يتأسس على الوحدة والاجتماع باعتبارهما من أعظم أسباب نفي الفتنة والاضطراب. رؤية علمية تدبيرية تقوم على مسلكين اثنين يتمثلان
في ألف التوعية الإجمالية بخطورة الغلو بواسطة إرشاد يستهدف خلق حساسية نفس مفرطة منه، بحيث تمتلئ باستهجانه من خلال بيان ما فيه من صور القبح المنفرة منه. ب. التوعية التفصيلية لبيان ما في سائر شبه الغلات من انحرافات شرعية وعرضية وفطرية وتاريخية. توعية دفع قبل الوقوع تستهدف شرائح متنوعة يخشى عليها التأثر بمناهج الغلاة، وتوعية رفع بعد الوقوع تستهدف المتلبسين بنهجه. ومن مظاهر دفع الغلو ما قام به علماء المغرب اعتمادا على وازع القرآن في ندوة الحكم الشرعي في دعاوى الإرهاب عام 2007، وذلك من خلال التصدي لمقولاته المستندة لمفردات غريبة معانيها عن الدين، إذ قاموا ببيان أن دخول الناس في عقد الإسلام ينفي عنهم وصف الجاهلية، وأن تمثل الحاكمية بلحاظ تحقق الكمال في الحكم كان وراء تضخم الاشتغال السياسي الديني المؤدي إلى صور من استباحة محرم المنازعة بعد التضليل أو محرم الخروج بعد التكفير، وأن الخروج عن الإجماع ينافي أصل الجماعة المميز لأهل السنة، وأن مما يخالف أصول أهل السنة والجماعة أيضا منهج الخوارج الأوائل في التكفير بالكبائر. وأن مما يخالف أصول أهل السنة والجماعة أيضا منهج الخوارج الأوائل في التكفير بالكبائر، وأن التكفير المعاصر للمقر بالتوحيد أخذ عناوين جديدة مؤسسة على مفاهيم فاسدة للحاكمية أو للعبادة ارتباطا بنقض التوحيد، وأن اللامذهبية بالنظر إلى ما أنشأته من فراغات في العلم والعمل أورثت فوضى مزعزعة لليقين الديني، وأن السلفية المعاصرة دعوة استعملت لهدم كثير مما بني على الاجتهاد المعتبر عند سواد علماء الأمة الأعظم، وأن البراء والولاء تحول إلى وسيلة فتنة بسبب ما يفرزه من طائفية تقسم المجتمعات على أساس هوس مفاصلة دينية، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار ذريعة لشرعنة العنف بسبب عدم مراعاة شروطه وقواعده، وأن الجهاد المختلة ضوابطه وأن الجهاد المختلة ضوابطه الشرعية تحول إلى وسيلة لانتهاك عصمة الدماء والأعراض والأموال. ومن مظاهر رفع الغلو انخراط علماء المغرب في مواجهته بواسطة برنامج مصالحة الشهير المؤسس لمراجعات منهجية تشرف عليها جهات متعددة، وذلك من خلال مداخل وآليات تمكن سجناء الإرهاب من نسج مصالحات مع الذات ومع النص الديني ومع المجتمع، مراجعات يحظى فيها التأطير الديني بالنصيب الأوفر من مسؤولية التوعية عن طريق التفكيك العلمي لمقولات الغلو ببيان مخالفتها للمستقر من قواعد الفهم الصحيح وفق مرجعية الأمة المنضبطة. ثانيا، عنصر وازع السلطان. إن نمط فرض حماية الدين من الغلو بجماعة العلماء لا يعني قيامهم باستقلال عن ولي الأمر ومؤسساته، خاصة مع تحول الغلو إلى مسالك عابرة للقارات، فإن المكلف للعلماء بذلك الفرض هو نفسه الموجب للزوم ولي الأمر الذي به تنتظم الجماعة وتحفظ الملة، مما يقتضي ضرورة الانخراط في مقاربة مندمجة التي تستحضر جهات حمل أمانة علاج آفة الغلو فكرية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أمنية، وذلك في التقائية تعين على انسجام جهودها في دفع الغلو قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه، واستحضارا لما تفرضه مواجهة ظاهرة الغلو المتجاوزة لإمكانات الأفراد من ضرورة مقاربة شاملة تتوقف على انخراط دولة بإمكاناتها الضخمة، فإن المغرب صار في حماية الشأن الديني وقاية وتنمية الاشتغال بمنهجية جماعية منضبطة
الاختيارات المؤسسية بعيدا عن الفردية، وذلك من خلال إحداث مؤسسة علمية تمثل المرجعية المعتبرة شرعا من جهة كونها الامتداد الطبيعي لمشيخة العلماء لما تشتمل عليه من الكفاءات المؤهلة من حيث الاستقامة والعلم والوعي، ومن جهة كونها التجلي القانوني لتلك المرجعية الحصرية بعد تجديدها استصلاحا بالتنظيم القانوني والدستوري المقويين لسلطتها العلمية والتدبيرية. إنها مؤسسة المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين بنفسه، والمجالس العلمية المحلية المشتغلة في محيطها وفاء بالاحتياجات الدينية، تفعيلا لحصرية المرجعية العلمية المغطية لسائر تراب المملكة بقصد دفع المنازعة المشوشة على عموم الناس يقينهم الديني الحاصل من خلال إرشاد عدول العلماء الضامن لاستمرارية وسطية التدين، وذلك بواسطة حرصهم المستمر على انضباط التدين لثوابت الأمة واختياراتها المسددة، والقيام على رعاية المساجد بما يبلغها غاية الإحسان في اشتغالها المتشوف لتأدية رسالتها وتنمية مستويات قيميها القائمين على إرشاد عموم الناس بما يعمق معاني الانقياد لقيم الواجب، ويحفظ بتوازن حقوق الله وحقوق النفس وحقوق الناس، وضبط الفتوى في الشأن العام بردها إلى هيئة إفتاء مختصة دفعا للفوضى المفسدة للحياة العامة. سياسة تجفيف لمنابع الغلو من خلال تقوية ودعم الخدمات الدينية بتوفير مقوماتها التأطيرية والتجهيزية، بحيث تتولى جهات التدبير الديني بتوجيهات من أمير المؤمنين سد الفراغ التشريعي باستصدار نصوص تشريعية وتنظيمية تغطي جوانب الاشتغال الديني وعلائقه، من مثل القوانين المؤطرة للعلاقة بين الدولة والخاص في بناء المساجد أو الإنفاق عليها، حتى لا يتخذ إسهامهم ذريعة إلى نشر فكر متشدد أو استغلال سياسي للدين. إن الحاجة الملحة للخدمات الدينية التي قد تستغل للمنازعة من بناء المساجد وترميمها وتجهيزها والمدارس العتيقة وبرامجها وحاجياتها والعناية بالأئمة بتكوينهم المستمر وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتكوين أئمة من الشباب وكذا مرشدات دينيات من المتخرجين أو المتخرجات من الجامعة استدعت الرفع من تدخل ميزانية الدولة لتغطيتهم. إنها تدابير تسندها طبيعة النظام المغربي الذي يستمد فيه ولي الأمر مشروعيته من كونه أميرا للمؤمنين ملتزما بمقتضيات البيعة بما هي تعاقد معه على الولاء له مقابل التزامه بحماية كليات الدين التي تكسب مختلف تدابيره التي تفرضها السيرورة التاريخية شرعيتها الدينية، مما يطمئن الضمير الديني أمام تراتبه من جهة، ولا يترك مجالا لأي مشروع سياسي منازع له على أساس الدين من جهة أخرى، سواء كان المشروع المنازع حركيا أو جهاديا يتشوف لشرعية دينية من خلال ما يتخيله حكما إسلاميا تطبق فيه الشريعة على مقاسات ساذجة تخدم أهواء نفوس مريضة أو مغرضة تتماهى مع خدمة أهداف جيوستراتيجية للمنتفعين من توظيفها. هذا وعلى الله قصد السبيل، والحمد لله رب العالمين.